أي الطريق أنت تختارين عمك؟ قالت ليا ولدي قولوا لحادينا يمر الغاذر يا سلم على الوالي وننصب لعزية قولوا لحادينا يمر على حسين زور حسين ونشوف الدفن والله لا غوي قبره بالدمع لكن ليش يا اخويا قالت للسجار اريد ان اشدك ما شربت يا دفان بخيت قلب لو دفنت حسين عطشا بلا يا دفان الولي ردا علي عطشان خي ما شرب قطرات يوم الدفن دجان بخيت البنية بل جتر ذروحة ترى غمات عطشان ما حد تدنى من الخروف شق الغمر غير محاسنهم يا عمه حر الشموخ سويت ودفنتهم كلهم يا محزون الا البطل عباس يا راس الوطن قالت كفنت أهلك يا بعد أهلي سجار روس وجثث واريتهم لو بس لكسار هل عم الروس طرشها ابن زيار يا ويل يا صدع قلبي من الشبان مصروعه جمال الشيخ نار الضاء من عروس يقول السيده قول له عد الله اضل الاخوه فضلك يا خويا بزودة ما شفت الله عليك مثلك بذال قطعوا العذاب وشال العلا يا حسين لا ترفعني خل جثتي خل الخلا يكتحكي فادي هادي يا اخوي المرجل والموتة
لكن أنا بشيلك لتدوسك.